شمعي اطمن شمعي نوض نوض مالك نوض مالك نوض مالك شدال وشك تشي شدال خون جاجا امشي ما عاودش ما عاودش جاوري يقولوا كل خون جاجا يا خون فرد وخرج صوبي بابا بابا كاينو فيهم ما راحوا يخليهم اطلقني ولدي صحاب بعدين صوبي اطلقني ولدي بعدين ولا درك باريا Amar Ben Chir. Votre premier vol remonte à 10 ans, le 20 avril 1930. Le tribunal vous a condamné à un mois de détention dans un centre de redressement. Mais vous vous êtes échappé 10 jours plus tard. Vous avez été arrêté le 6 octobre de la même année avec un groupe de malfaiteurs. Donc, condamné à 11 mois, vous avez encore trouvé le moyen de vous évader le 17 août 1931. Arrêté, condamné et à peine libéré, vous avez été chez le Qaïd M. Sabi, un honnête citoyen, pour l'obliger à quitter sa propre demeure. Vous l'avez menacé, lui ainsi que toute sa famille. Je veux retourner à la maison. Quelle maison ?
puisqu'il existe des preuves formelles que cette maison appartient à M. Sabi. Donc, devant le refus légitime de M. Sabi de ne plus céder à votre folie, vous avez trouvé le moyen de provoquer les fils de ce dernier publiquement. Résultat, un homme grièvement blessé, infirme pour toute sa vie, et l'autre, une mâchoire cassée. L'arme utilisée, une pioche. Ayant reconnu les faits que l'on vous reprochait, vous avez passé 5 ans en prison. Libéré le 14 octobre 1936. Mais il y a à peine 9 mois, avec un nouveau complice, le nommé Bendriss Abdelkader, dit le poète, vous avez tenté de mettre le feu à un dépôt de matériel agricole. Alors que vous étiez recherché par les gendarmes, vous trouvez le moyen de célébrer un mariage. هذا طفل يتيم، ولد ولدنا وبنت بنتنا، أني طالب زويجة مسايس تحفظها وخاتم تحفظها وخلخال تحفظها. رانا قابلين. هيا كل شيء مبارك عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، والحمد لله رب العالمين، كل شيء مبارك عليكم إن شاء الله. Un mariage. C'est pour aujourd'hui. Emmenez-le. يوم الجامعة لقيت شابة تبكي عند القبور. T'as un nouveau. اسمي بندريس. وانا عبد الحميد. جابوك انا على قتيله ولا سرقه؟ ماني قتال ماني صراخ، جابوني على السياسه عن الوطن. غريب، انا راني هنا على جال الشعر، كنت نغني في الاسواق نقول الشعر نتاعي ونتاع شعراء اخرين. الجدرميه ما حبوش، قالوا لي لازمك تغير الكلام. قلت لهم يا ودي علاه؟ قالوا لي الشعر نتاعك يعبر على الم الشعب. في البدايه حسبوني مداح، قالوا لي بغدي الحلقه لازمك تخلص. قلت لهم ما خلصش، جابوني وعطوني الهراوه، وراهم من ساعه لساعه يجيبوني هنا، راني موالف. نوض تريح، نوض نوض. قوري ولا عربي هذا؟ عربي، جابوه على السياسة. القورتاني يعرفوا يهضروا العربية. لو كان قاوري ما يصوتوش كيما هاك. وزيد بزيادة قلت لك هذا راه هنا على السياسة، وهادو صحاب البوليتيك. يا ولادي، ديروا الثقة فيا، ما تندموش. راح نجوز معكم ممكن نهار، ممكن شهر، ممكن سنين في هذا السجن. مانيش عدوكم. عدونا. مال هي مر الباب، لازم نتحدوا باش نحروا بلادنا ونطقوا على عدياننا. يهدر بزاف هذا. ها ما تنواش يا سي عبد الحميد، انا وعمر كنا نتكلموا على الشيء اللي ما تهمكش. هيا نوط ريح، نوط. هاك
Toi dans la cour, ne te mêle pas aux autres prisonniers. Sinon, tu ne sortiras plus, compris? كم واحد جديد ها؟ تعرفوا؟ نعرفهم أصحاب البوليتيك، وهادو وين يجوزوا كل دوار يشعلوا فيه النار، ورايحين يديوه يا الكيان يا لا كورس. مدرس قلنا داك الشهر تاع مابقات عشرة، يا مابقات عشرة في هاد الدنيا مش ما يشوفونا ولا خبر يبان، اسمحنا في النساء والدرية اهجلنا دشرة الامان، حبسونا في حباس المنية ما يشوفونا ولا خبر يبان، عاسين علينا بالبندقية هاجمين علينا من كل مكان. تقول المطرق المطرق يرغي سبع وحشية، شربنا السم وماكلتنا الحزان. تسندي هيا البيت البيت بيت يا ولدي، هذا قرن من الاستعمار الفرنساوي، حط الجيوش نتاعو في أرضنا الشريفة، شعبنا اليوم فقير جيعان عطشان، دولو أراضي كولون، شكون هذا كولون؟ المجرمين سراق أوروبا، يا جزائري يتكلم يحطموه ويحكموا عليه بغير حق، يستناها السجن العذاب والنفيان، الوطنيين الحقيقيين مسجونين في ديارهم، الوطني اليوم باه يتحرك من موضع الموضع من دوار الدوار، لازم له تسريح اخواني، لازم نتحدوا وندافعوا على تقاليدنا ديننا وبالخصوص شرافنا، لازم نكونوا كالصخره مغروسة في عمق البحر لا تهزها الأمواج مهما تكون قوتها. يا اللي زهيد بيا من لا توالفاش، شد رسن الله يديك الهواء، هذا بحر غامق ومنطعناه يغرق. فيك الصحة. كاين نشيد ما تعرفوش. قول. فداء الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل الحرية. Thank you.
روحك سي عبد الحميد. توكلوا على الله. سهل انا مازال شهرين. الليلة هنا هكذا نكون مضمونين. وين هنا في هذا الواري يظهر لي في كل ولية كاين الجنون. الجنون اللي كاين هما حنا. وإذا كاين جنون اخرين بلا شك نفوتوا معهم سهرة بالشعر. كيف انا دخل والي حرام دروك من وليت حرك تكلم كي القاضي. انا مسلم ومكتف الولية. ايه دربدو شويه. ايه
سيدي جهد. جيتك في وجه ربي يا سيدي جهد حتى تهنيني من ديك العجوزة شيبت النار. وما داك الراجل مسكين تقول هايشة تهان غير هو كراني مهنية وعايشة لاباس في دارك. يا سيدي جهد حتى تهنيني منهم. يا سيدي جهد جيتك في وجه ربي حتى تعطيهم فهي الهاو باه ينعموا عليا. يا سيدي جهد يا سيدي جهد نجي كل عام وندير فيك الوعدة. يا سيدي جهد يا سيدي جهد جبتك ربي يا سيدي جهد حتى تحن عليا وتهنيني منهم. على خير الخديل. الله يفتح عليك الله يغنيك. ربي جاب لنا هاد الدراهم. دخان حرام وهادشي مش حرام. ومين تشوفوهم روحوا علمونا. عمر ما عندوش وين يروح، خصها يجي لهنا باش يشوف امو. واللي راه يعلمنا الحكم راه يكفي. هيا تربحوا. اي نرجعوا على طريقنا. هيا ما تخافش راهم راحوا. يجي يشوفك راه يجي عمك دعم راه شيختي غير دروك هود للبحيره. نحمدك ونشكرك يا ربي يا ربي على دعوتي اللي راهي عندك مقبوله. امين. راكم عيانين روح نجيب لكم شويه قهوه ونجي. ما تغبنيش روحك يا ما. روح نجيب لكم شويه قهوه ونجي ولدي. ايه شويه خبز الله يفتح عليك رانا جعانين. حودي انا في ولدي قهوه. هيا هيا خفوا مدي انا ولدي راه جيعان. حودي انا مدا فيا الشد نجيهم كسالة باش يدوها معاهم. ها حوجيها حوجي وراها المكحله تعبي هاي في القربه وليد. وين هاي في الصندوق. ها حوجي مدا فيا الكلب من الكلب. ومدا بكم فوتوا على الجبل. ها حوجي انا مدا فيا. ها حوجي انا في ولدي. ها حوجي روحوا يا ولادي روحوا ما تقعدوش. كلب كبير وعلى الصور ديك البابا. ها حوجي انا هكا وليدي الله يسترك. هكا وليدي الله يحفظكم. ونصيك يا ولد خويا استعمل هذا الشيء غير باش تدافع على نفسك. الجريمه حرام. قولك هاني يا عمي تبقى على خير. سلامه تبقى على خير عمي. سلامه الله يستركم. تبقى على خير يا امه. تقعد خير وليدي. تبقى على خير امه. هذا وليدي الله يحفظكم. قول لي عمي. نعم مازال دير سياسه. ما سالتهم انتصروا ان شاء الله. شرا باغي عندي. حوجي انا جلو جلوهم جايين نجوا نجوا حوجي انا في وليداتي. عمار مراش هنا. عمار عمار يا راني نقول لك مراش هنا يا ولد البياع. راني نقول لك مراش هنا. لا تخرج ولا ندخل نجبدك. مراش هنا راني نقول لك. بلع فمك تيعه الستوت. ما سيدي الحرمه اش من الحرمه هادي. يا انا حاكمك حاكمك عمار عمار. ها حوجي انا مراش هنا نقول لك يا ولد البياع. راني نقول لك يا ولد البياع مراش هنا. راني نقول لك مراش هنا. Thank you.
كي راكي بتعان؟ الحمد ربي. الحمد ونشكره. هادو صوي الحال حبيت جبتهم العيشة إلى عجبك يا مرت خويا. انتيك في الصح، مانيش باغية عايشة بنتي تولي كيما انتيا. كيما انا كي تعود كيما انا ما فهمتش. ما رانيش باغية عايشة بنتي تتهجل وتقعد لي في الدار كيما انتيا. ايه مالا غاويك المال؟ مالا هضرة الناس ماشي كذب. ما كان حتى مال، ما تضليش تهضري على هضرة الناس وتقولي راهي باغية تعطي بنتها لولد القايد. لا لا بنت عمي ما كذبوش، الهضرة صح. ومن راكي تجري وتطيحي وتنوضي وتجيبي لي في هاد الحوايج؟ عمار ولدك وين راه؟ راه في الحبس. شبه غير طريق بابه وسيرة بابه اللي كان حاسب روحه هو شيخ الدوار. اسمعي ياه، ما نقبلكش تهضري على راجل المرحوم تاع راجلي هكا، فهمتي؟ بكري من قام صحته وكان يجيب القفه ويقفل لك عند الباب، كان مليح. ودروك من مات بالك ماشي مليح، بصح الا مات على ارضه وعلى فلاحته وما باش يعيش عيشة الدل، فهمتي؟ انا المرحوم ما عندي حتى هضره عليه. وما تنسيش يبين له هذاك خويا. خوك لو كان جا خوك ما تبدليش خو ولد خوك بولد القايد، فهمتي؟ بصح الا كان عطيتيها بالصح لولد القايد ها هي وها هي نزلت تشتي هاد الوجه من اليوم. مساء الخير لالا. سمحت بلي عمار خرج من الحبس. علاش خرج من الحبس؟ كون قعد له خير. واش تحبي يا لالا؟ لازم نطيعوا لوالدينا. طاعت الوالدين مليحه بنتي، بصح لازم ولد القايد يموت كلكل. عائشه قولي وراك رايحه لالا براسك. هبوا عندها الوقت روح. هبوا الخير يا سيد القايد. ياك مناتك باش تجي هنا وراك عارف باللي هاد الارض راهي مسيزيه، ولا حبيت تدير الحيله؟ انقلع البطاطا نبيعها بنخلص غرام. هو تعرف القانون مليح ها؟ مازلت في عادتك. راني خايف راك باغي تيتم ولادك ياك. اسمع مليح، ادي ولادك وروح بعد من وجهي. اليوم صبحت مليح، لو كان نصيبك منا على 5 دقائق هنا راني ندخلك للحبس بالركله. عرض عرضي يا سيد القايد. انا تاني عندي ما بصح ماتت، مازال لسانك طويل ويقطع يتكلم مع سيدو. خذ هذه الشريطه وديها للفوريير تاع الجدارميه، وما تنساش فرغ البطاطا في الدار قبل تلحق الجدارميه ياك. علاش بويك شري هذه المكحله؟ على خاطر فقد كل الامل. حكاية قديمة، كانت في عمري 6 سنين كي فرنسا دارت بوي وعمي مشوشين وقت الحرب نتاع 14. هو ما حبش يشارك، قال ما تهموش، لكن عمي من سياسي ويظن كيما الناس اخرين لما يشارك حياة الشعب تبدل. كان غلط، ناس الدوار كانوا يخمو كيما بوي. فرنسا دلتهم اكثر من الاخرين. هو ما قدرش يتحمل الظلم تاع القايد الصابي، وما قدرش على الديه تاع الادمينستراتور.
تلزم عليه الحال باع كل شيء باش يرجع الدين وراح المدينة يخدم. 9 شهور من بعد رجع هو في حالة الموت وما بقى له غير هذا المكحلة، والله يرحمه تعب كتير قبل ما يموت. دون تسيبك واغط رام يكونوا رشاو. راني صبتو. شوف يا عمار، قد ما نحبون ندفنوا الشعر، الشعر عمره ما يموت. اسمع هاد القصيدة، اسمع. ما ننسى حق الوالدين ولو تبقى شعرة من عمري، كيف ننكر قلب الحنين العطف اللي عرفته في صغري. إذا سهرت علي العين غير باش نعيش ونفرح في كبري، بابا وامي نقسم باليمين ما ننساكم ولو في قبري. كانت تاعنا قدامنا الادميستراتور يحتم على بوي يبيعها. ودروا شكون ساكن فيها؟ اللي راهم ساكنين فيها هما عديانا الكبار. Vous n'avez rien entendu? Non, je n'ai rien entendu. Et toi, Paulette, tu as entendu quelque chose? Non. Pourtant, ils ont dû faire un sacré boucan. Aïe, t'es une femme. Ou ma femme, toi, l'eau. Bah, d'un nas, il s'est d'eau. Bah, je suis saad à faire de l'eau. Ou hâte à saad à bdata. Hé, elle est à l'homme, ça va. Ou un nas à faire de l'eau. Rien, nous dirons à l'eau, comment elle est. Sarah. لقمة العيش تجري أكثر منك. صح يا مرا صح. من اللي بطلت الخدمة نهار كامل وانت تتكلم، والكلام نتاعك نتاع كل يوم نقدر نواسي به الطواجين نتاع الماكلة. من ديك الهدرة كوراك صنعت لي هذاك الحيط اللي راه مهرس. يقولوا باللي كرش ما يتشبع. تقول الراس غني. وأنا يا مرا كرشي جيعانة. نتكلم ونتكلم ونزيد نتكلم. حد ما ساني. نعم قسم اسمي برا. ماذا بك تبعدوا علينا؟ هذا خيركم، رامي يسرقوا فيكم، ادولكم الاراضي، ادولكم دياركم وباغين تردوه. ماذا بينا نكونوا متحدين على عامل شريف، بصح مشى على حاجة تاع سرقة. عندهم الحق، هيا نروحوا. هيا يا جماعة اردوا علينا هذا الخير ما يسحقه. واش الخوف؟ كاش حد كراكم مفلوكه ولا حبيتوا تمكوها؟ اسمح لنا، رانا هاربين من جهه درميه. يا وين رايحين درو؟ رايحين هاك. يا راهم زوج واحد اخرين من غادي. شوف ادو هاد المريره هادي راهي توصلكم. حم والديك. والدينا والديك. Thank you.
فاطمة فاطمة ياو قولي لولدي يجي للحانوت صح انا بديت نجوع نتاع الصح اسمع ما كاش الخوف هنا ما تنساش انا رايحين عند اختي كيما الخطره اللي فاتت قلت لي رانا رايحين عند العجوز يا فربي يا عمر خويا بارك كيراك داير راني بخير يا رب يا ما ماري هنا هادو يومين ولا تسنى عليك شكون ما خفي خفي عمار وليدي كيراك داير كيراك اقعد بعد اولي شكون راه معاك اوليدي راه معايا بندريس اروح اوليدي اروح كيراك داير مساء الخير عليكم مساء الخير اوليدي اخبارك اما خير كيراك ما شافكم حتى وليداتي لا بندريس راه ميت بالجوع اش بغيت تاكل اخويا الطعام اختي عندي مده ما كليتوش ما الموت تعطاك القلب والعسى علينا لين ونسى حتى على النقبه راه شي شوفو هيا خف خف النوم حرد معني انا وليداتي حتى حنا يا ماما راه شنبتو خطره القايد وجماعته وخطره الجدار روح جيب لي ربع زيت وكيلو لفت والدراهم قولوا ديرهم في الحساب ومن بعد نخلصوا هيا خف 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 هادو ثلاث ايام الجدار ميا قلبوا الدنيا عليكم جاو سقساوني وقلت لهم بلي ما شتكم مريضكم ايه يا وليداتي دار الدنيا غدارة ما حبيناش نقول لك على خاطر حسبناها غير هدرة وهي صدقت صح ما عندوش الحق ياك عايشة فت عليها عمر القائد يعرف الحق يا وليداتي ينجم يشري حتى الطلبة عمار بشير اخرج ولا نحرق الدار هذا صبي وجماعته وبعد ودي مطروح خليني نحرق الدار راحوا راحوا
كيف تفعل؟ ما درت والو انا غير الغلمني عاد دخلت واحد الارض تاع مسيو فارس ils prennent les domaines de Pérez pour des zones de pâturage. On va te faire un cours sur la propriété privée. Dites, le chef n'est pas content. Il vous demande tous. Salam alaikum. Salam. Ha, جبتك شوية مرة. كاين حتى شي جديد في الدوار؟ غدوار رايحين يدوا عيشة لعجوز وبيدة. علاش؟ باش يكتبوا لها ويشربوا لها كاش حاجة باش تنساك وتتزوج مع ولد صبي. راهم جربوا كل شيء. شكون اللي قال لك هالخبر؟ عجوز وبيدة بنفسها وراهي عجبها الحال باش تواسي هاد مزية في القايد. تشرب قهوة؟ لا صح أنا راح أبقى على خير. دار زبيدة بعيدة على الدوار. أما لا غدوة وما كان حتى واحد في الدنيا اللي يقدر يبدل لي رأي. ردوا بالك دائما كان واحد يمشي معهم ومسلح ومن بعد والله حتى يكونوا عشرة. كل واحد فينا يحلم كتير. الحلم نتاعك أنك تروح لعائشة وتجيبها بكل وسيلة ولو تفح حياتك على خاطر تحبها. مدى بيا تنجح. حتى أنا عندي حلم ولكن يختلف على الحلم نتاعك. واش هو الحلم نتاعك؟ شفت المخطوطات نتاوعي؟ مدى بيا كل الناس الدوار يسمعوا قصايدي. والحلم نتاعي أني قاع الناس الدوار يكونوا دايرين بيا وأنا نقرأ لهم في قصايدي وقصايد الشعراء الآخرين. هذا مكان. هذا مكان. شوف لو كان نقدروا نجيبوا عائشة نعاهدك نعاونك. عشا بنتي القايدة هستنى كروسة بنروح ونزر وحشية. شوفي يما عمري ما حسيتك حبيت تزوجيني لولد هاد الكلب تاع القايد. بصح كون تزوريني 70 مرابط وديري واش ما تحبي غير عمرني ما نقلعوش من بين عينيا. بنتي واش هاد الخريفات راكي تخرفي فيهم عليا؟ وكان امكم وانا نبغي لك غير مليحة تحسبي نبغي لك الدرورة. هذاك عمار خاين وخاطف وحياته مفوتة غير في الحبوسات. شوفي حالة امك راهي دايرة. القايد ناس ملاح وناس كبرى وحتى الحكم مصعرفين بيهم ومقادرينهم. صح حبيت تزوجيني ولد هاد الكلب راني قابله بصح غير عمر لي ما نقلعوش من بين عينيا. على حسن ما راني نشوف يا بنتي هذا عيدك الخبيث تاع صاحبو شو صار هنا قش لك. بصح نسيب لك دواك ونسيب طالب خير منه. من هنا نقدر نشوفهم. واش راكم؟
العطارية. روحي دي القهوة. روح كي راكي ختيج. ها راك تشوفي على لازم إلى الحالة رانا فيها. وشي بسم الله حوسوا عليه وجيبوه لي. نودي مكاش واد اللي ما عندوش العنصر تاعو، مكاش شجره اللي خالقه بلا عروق، مكاش وطن اللي ما عندوش مواليه. ولكن واش راه صاري عندنا احنا الان؟ ارضنا راهي تحت كرعين الاجنبي يعفس عليها بدون رحمه وبدون شفقه قدام عيوننا، وحنا ساكتين راكعين وظهورنا مكسرين. واش اللي وصلنا لهذه الحاله؟ العدو هو اللي ولا يقول انت مولا سيدي فلان والاخر مولا سيدي فلتان، وبهذه الخرافات فرقنا ولينا نشوفوا في بعضنا بعض كالعديان. اخواني باش ندافعوا الكرامة تاعنا والشرف يلزم منا نتحدوا لاننا كلنا ولاد هذا الوطن، نتحدوا لاجل الحرية. راحنا مستعدين باش ندافعوا على الوطن وعلى الكرامة تاعنا، بصح من بعد الاستقلال كيفاش تكون الحالة تاعنا؟ من بعد الاستقلال كمناضلين وطنيين نحاولوا باش تكون العدالة الاجتماعية، باش تكون حرية الكلام، انو كلنا لباس نعيشوا بالأجور نتاع خدمتنا،
ما يبقى حتى مستغل في بلادنا، ما يبقى لا قايد ولا معلم ولا بني ويوي. نحاولوا ايضا يسقط الجوع من هذه البلاد، ارض جدادنا ترجع لينا، كلنا ناكل اللحم اللي نشوفوه الا بعينينا، لاولادنا كلهم الحليب بكثره اللي يكفيهم. ولهذا الحزب باهي واصل الكفاح لازم له نصيب من المال. ها هي من عندي في سبيل الوطن. معاونا الشرف استقلال. ها هي معاونا سبيل الاتحاد. معاونا الجزائر في حق الكفاح. جماعة جدرمية قاو على خير يا جماعة. سلامة. عسى نكبات دهر تزول. الشوفا يبانوك الأولياء الصالحين هادو بلا عيسى، ويعرفوا ربي وما يخدموا غير الكحلة من التوت. سي عثمان تنجم تقول لهم اللي ينعتلنا وين راه عمار بن يدريس وحبيبك عبد الحميد راه تكافيه فرنسا بحجة المكة. التليفون رابي طاريفي افون نو. اون بو فيريفي. ايه وي بيان سور بيان سور. سي عثمان نقدروا نقدموا تعازينا لاهل المرحوم. سي سبتي سي سبتي تفضل. عدم الله اجركم. اجرنا واجرك يا سيدي القائد. قول لي يا سي سبتي شكون اللي توفى؟ ولدي يا سيدي القائد. ولدك عندك ولد واحد على ما نعرف هو اللي توفى داخل البير هذه ليها 3 شهور ولا اكثر ولا راني غلط؟ الله يرحمه ويوسع عليه يا سيدي. وقصد هذه الليله 40 يا سيدي. حبيت تطنحنا ولا واش دير 40 انت في 3 شهور من بعد؟ ما كانش عندي في هذاك الوقت وراهي يوقف عليا في المنام يا سيدي. يوقف عليك في المنام؟ هيا معنا لدار الجدارميه راهم يفسروا لك هذا المنام يا سي سبتي. وانتو ما تفركتوا من على 5 دقائق نصيب واحد فيكم هنا راني نرميه. تبعنا يا سي سبتي. اخواني لازمنا نكافحوا باش نحسنوا الظروف الفكريه والماديه انت خوتنا وليك كذلك. ندافعوا على كل الشعب ونعملوا باش السكان بدون تفرق في الاصل ولا في الدين يقدروا يتمتعوا بنفس الحقوق وبنفس الواجبات. كيفاش بغيت واحد اللي كان مستعمر يجب يتفاهم مع واحد اللي كان مستعمره؟ الحزب نتاعنا ما يفرقش بين الناس والمصالح تلزم الشعوب باش يتحدوا ويكونوا على كلمه واحده. هيا طنطا هو وباش هيا طنطا يضمنوا يا بطاطا العلاقه التجاريه نتاعهم. هيا بطاطا يا سروديه هيا طنطا هيا طنطا حلوه. حتى انا عندي هديه لعائشه ولكن بالشعر. اسمع يا حسره على وقت زمان منين العماد كانت تمتان. يا عائشه يا ورد بن نعمان عمر دارك وسط جنانه من الصغر عمر يتمناك ومن حبه راه وراك دائما متمني يبقى بحداك ولا حد يهز بنيانه. جا الصبي بالقوه والمال
الولد عروسه بغى يديك بلا سوال، تخبلت عقولنا تخبال، والقايد عقايب وزيانو، السن بالسن والعين بالعين، عمر ما بقى له قلب حني، ما عنده صبر يجيبو منين؟ منين الدولو ضو عيانو؟ يا عيشة تفكري ذاك اليوم اللي عامت علينا الهموم، مع بعض جرعنا السموم ونجوم اللي قاع ما بانو، القايد الهم منا الحقوق، ضل نفسه غير هو مخلوق، عاد كل واحد منا مخلوق ويفك في السلسلة بسنانو. احنا اصحاب القمنا والشان، ظلمونا وحقنا ما بان. يا عيشة يا قرة العيان، راكي زدتي في طشطانو، عجبكم؟ والله يا بندريس ما فهمت والو، بس عندك حلق حنين، فكرتني. اوين دوار ابني عمران؟ صحتك عايشة. السلام عليكم. السلام عليكم. صلاتك مقبولة. واش كان عمر وليدي؟ شوف لي سي أحمد، انت وسي أحمد راني مسحقكم في زوج. لا خير. غير الخير. سي أحمد، سي أحمد واش كاين؟ راه جانا ضيفوي عمر. السلام عليكم يا جماعة. بالله طور يا بركان، اليوم ما بقى امل، عايشين وسط الحزان والظلم جا سمنا، قلنا لي صبر ينال، ضحينا ولاد ومال، اهجرنا الجبال سيف الظهر بلانا، وين القلب الصبار دشرتنا راهي نار، عافسين على الجمار والقرطاس ورانا، خاوتنا في الحباس وحنا بنيان بلاساس، اسمعوا لي يا ناس وقت الحق جانا، شعبنا داروا له الجام منعوا حتى من الكلام، الضر علينا دام من جرحى كفانا، ابكي ونوحي يا عين ابكي على وقت الشين، لا عطف لا قلب حنين المطرق مشانا، وينكم يا رجال زمان وينك يا فلان وفلان، قوموا شوفونا الان شوفونا كيرانا، المرأة قاسات المرار ومعها ولاد صغار، اسطرهم يا ستار راه لهول عمانة، الشيخ حياته فنات من دموعه الأرض روات، أيام الخير ما بقات غير الشر لقانا، قصدكم يا الحباب في يدي هاد الكتاب، كتبتو مداد العذاب والصفحات مليانة، طور يا بركان طور اليوم ما بقى أمان. Arrêtez Bendriss, c'est un agitateur politique. Mmh.
هيا رحوا نشوفوه. شعر نقاس بصح عمر مازال حي يا اخي. عجب يقتلوا له واحد وما يسيبوهش. الشيء اللي قدروا يعملوه ما يهمناش. بن دريس مساله سياسيه. عمر هو اللي يهمنا. ايوه حوسنا عليه في كل مضرب وما لقيناش تم جدامي. حوسوا عليه زيدوا زيدوا حوسوا عليه. لا تخافش يا ولدي قول هاني راك في الامان ومضمون ان شاء الله وراك في وسط خاوتك كي انت كي احنا. بارك الله فيكم. تكلاب طلقناها وراهم عسام. خذ رحمة انسى ما تقول جينا من رجال تشري فينا. هذا هو مولى الدروح كارها معطا يدخلوا في كل شيء. هاكي ربي يشدهولك زين. ربي يشد لنا فيك حتى انت يا اختي عائشه. انا عارفين كيف راكم عايشين في هذه الدنيا. ايه واش نديرو هذا الشيء مكتوب تاع ربي مقدره علينا وعليك. عايش اختي هذا السلاح شيديرو به. شوفي هكا ويدخلوا هذه هنايا شفتي. واش بك تضحكي؟ بغا تغني وحشمت. غني غني نحشم سيدي راه هنايا. غني 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 غني. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لابسه صباط احمر وجايه عليها. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لابسه صباط احمر وجايه عليها. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لابسه جلابه وجايه عليها. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها لابسه صباط احمر وجايه عليها. قولوا على مرت عمر وقولوا عليها. ايه عندك امراه وتنجم تكلى عليها. راجل في كتافك ماشي كيما العجوز اللي عندي تخاف من خيالها. شكون اللي ما يخافش؟ قولوا على مرت عمر. حتى بن دريس الله يرحمه كان يخاف. رافد المك حلاوه وكي جات عليها. يخاف من جنون. الله يرحمه. الله يرحمه ويسعديه. بصح يخلصوا في ذيك الدار ان شاء الله. يخلصوا هنا قبل الهي. ما تحركش ما عندك على تخاف انا راك في الستر. عمر عمر عائشة وراهم راهم سلكوا الجدارمية ما يحكموهمش. شكون انتوما؟ احنا من جماعة سي عبد الحميد اللي تعرفوا. ايه صاحب السياسة. نعم كلنا نعمل السياسة. شافت يا سي بن دريس طرقنا تلاقات وما زالت تتلاقى مرة أخرى. هي للأسف عمر وانت ما راكمش معنا. علاش ما قرصوش على البدعيين اللي يحكيوا الخرافات اللي رقدونا؟ تهضر على الاتحاد. انتم أصحاب السياسة ما راكمش متحدين بعضكم بعض. لهيتوا كاع في ورق الشجرة وسمحتوا في الجدرة. صحيح باش عبي يتحرك لازم له زمن طويل سنين. ولهذا بحثوا على ألوف كما عمر وبن دريس منضمين متحدين يد واحدة متفق. أنا وانت متفقين كاين
الشعر الثوري وكاين البدعي، كاين الرجل السياسي ثوري وكاين البدعي. واحد النهار تلت عرب كانوا في السوق القاو عسكري الدولة 1600 فرنك واش فيها؟ اما لمنين حكموهم فوتوهم في الشارع الاحمر تاع الجزائر. الاول قضى فيها 20 سنه، الزوج 10 سنين والثالث 7 سنين. واحد الفلاح مسوق واحد النهار لقاه القايد قال له علاش ما تخلص الغرامه نتاعك؟ قال له والله ما نسعى فرنك. نزل القايد طاح الهراوه حتى شبع، قالوا العود وزاد له البغل، ارمى عليه السنسنه ولداه للحبس. هذاك المغبون هرب من الحبس، جاب سيرته فيكا توجه للمحكمة، حكى لهم القصية، قال له الجوج راه راكم سراح ولكن رد السنسلة. جماعة راهي تقرع لنا في المدينة، أيا سهل أيا سهل ما تخافش راهم يتهلاو فيك. دروك نجم نتكلى عليك. Sauvez mon père. Alain est encore dans le coma et les médecins se prononceront peut-être demain. S'il meurt, je me tue. Fous le camp, je veux pas voir ta sale gueule ici. Denise, je comprends ta souffrance, mais domine ta violence. Si un arabe a blessé ton fiancé, songe à tous les arabes qui lui ont porté secours. علموكم حرف المين، ما شفت ما سمعت ما نعرف
ما على باليش، فاقولكم بخرايبكم. اياك تبعوا انت يا بوك، ما نساوكش. فوت منا، اتبعوا انت، زيد انت. واش حبوا هاد الوطنيين في بلادنا؟ واش حبوا عندنا؟ واش تبغاونا؟ بعد دخول فرنسا لبلادنا من 1830 شفنا الارض تسقمت، شفنا الجبال توطات، ولات بحاير ولات جنان، ولينا ناكلوا وندفعوا ماكلتنا لواحد اخرين. واليوم رانا نتبعوا في هاد اصحاب الوطن اللي راهم خربونا معقل تاع الناس. وفرنسا دارت لنا ليكولات، قرات لنا اولادنا، زهاتنا، دخلت لنا المال الديار، وصنعت لنا كيما قلت الطرق، وسقمت لنا البحاير، وسقمت 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 وعدلت. ولا تنساوس هذا جنس قوي قوي وبويسة، عنده سلاح، عنده العسكر، وعنده احنا باغين نعاندو هذا الدراري اللي راهم يشلشونا. رانا نروحوا في داهية، لا تصنطوا لهمش، اصنطوا لي ما راني نقول لكم. ومادام كاين الشاب وبريطة هنا، مادام كاين الخير هذا كنز. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، الإنسان ماذا به يزود يعني نفسه بالعمل الصالح والتقوى، وماذا به الإنسان يعني الاستعمار. حب نقول إحنا مثلا يعني شتت ما بين المؤمنين والمسلمين، لكن لم يستطع الإنسان ماذا به يعني يزود النفس تاعو بالتقوى والعمل الصالح، وأن يكون يعني ثابتا وما يكونش الإنسان خايف. المؤمن قوي بأخيه ضعيف بنفسه. عذبونا يا سي عمران، قالوا لنا ما تبعوش الوطن والبوليتيك. وسي عثمان وين راح؟ سي عثمان راهم عزلوه، وقال لي تروح تقول لهم مالي بلا في السبيطار. عاودي انا اش داروا له؟ عاودي انا اش عنده؟ عاودي انا عاودي انا عاودي انا عاودي انا عاودي انا عاودي انا اش داروا له؟ يسرى النقاح، كلنا نجوزوا على هذا الطريق. إذا كان ما رضيناش الفعل هو مات تحت العذاب، لا شفقة ولا رافقة. انظروا مليح، قال الله سبحانه وتعالى: فمن قتل منكم فانتقموا منه. خايفين لا يشرعونا فنرفعوا رسالنا يقتلونا، خربوا أرضنا، حوقوا أولادنا، أصبحنا عبيد في أرض أجدادنا. هل الحقيقة مطروحة أمامكم؟ قال الله سبحانه وتعالى:
خافوني لا تخافوهم إن كنتم مؤمنين، أتوني برهانكم إن كنتم صادقين. الله أكبر. خبرني يا بابور واش جابك لينا؟ قصتنا وحنا في تشطين من بعيد جايب عقلية شينا، قصد كافة المسلمين بمواج قاوية بحرك هاج علينا، شتتنا جميع شمال ويمين، منا من غرق ومنا من رفيق بينا. يا بابور عف الوطن الزين، قلنا هادي الفنات صبت علينا، تشاردنا وقلبنا حزين. يا بابور الموت راك باغي تفنينا، ومعك الدار حامل السكين، قاسينا المرار منهم يكفينا، طولت هادي مدة وسنين. عفنا يا بابور روح خلينا، وتركنا على طريقنا سايرين. قول لي يا سي بندريس، على حساب اللي انا نشوف راك تدرس فينا، واكل لا يمس وانت مع قطع طريق. مانيش قطع طريق يا جماعه، فيما يخص عمر المكتوب فرق بيناتنا، وانا راني معكم ودرت اختيار، ومادا بيا الشعر نتاعي يكون في خدمتكم. اليوم راه خونا واللي دار غلطه واعترف بها، ان الله غفور رحيم. يا وليدي فهمني، هذه سياسة ولا شعر؟ نصيب من السياسة ونصيب من الشعر. الأمير عبد القادر رحمه الله كان يستعمل الشعر ويستعمل السكين. واش بك من الصباح وانت تشوف هذا العمد؟ من عيون مشو يقدروا يحكمونا بهذه الخيوط اللي غرسوهم في بلادنا كيرتيلة، يراقبوا فينا الليل مع النهار. نتمنى كاش نهار نقلعوهم من بلادنا، هكذا ما يصلحوا لحتى شي. عمك الله يرحمه، الله يوسع عليه دائما. قتلوه لأجل السياسة. هذا الوقت اللي لازم نتحدوا فيه، المقصود واحد ولكن طرقنا تختلف. مرحبا بك في كل وقت، ولكن احذروا عكم مصابي. أبقات لك حتى 10، بدل المكان. هيا اللي يمي القش. وين تال؟ مانيش عارف، لازم نسافر. بصح قدامي لا نسافروا، لازم نفريها مع القائد الصابي. ما تظنش بلي معاهم يكونوا مضمونين خير من اللي رانا هنا وحدنا؟ ما نزيدوش نرجعوا لهذا الكلام، كي يجي النهار انا نكون من الاولين. وين جات الطريق تاع سيدي عبد القادر؟ كاش طريق سيدي عبد القادر هنا؟ كان هذا لا مريم لها. محمد واش حبت؟
غلطة في الطريق. ما زادش ولد المرأة اللي يجوزها عليا. فاق بها يا بني مهبولة، دايرة صباط أحمر معروف كلا لا نتاع فرنسا. سي عمران سمعت، عاد الله بيروحي النار وبيس القرار فهنديرو فيها الزردة. شايف؟ إيه؟ أنا معمار. أنت أم معمار؟ إيه. جبتي الكوار؟ على كل حال ما عندهم ما يصلحوا، يلزمنا نواسيو الكوار بواحد أخرين وبأسم آخر، ومو بصح توصيه أنا نجيبهم له في النهار. ربي يحفظك. إيه، وهو يحادر على روحه، وما تخميش حنا أصحاب الحبس خاوة. أنت اللي خرجت خو. ويلا ما دافعناش على بعضنا بعض، شكون يدافع علينا؟ البوليسيه. ربي يخليك وليدي. جمعي جمعي تاكلي القمه جمعي. عمر، على ما نروحوش مع عبد الحميد وجماعته؟ علاش ما نروحوش مع عبد الحميد وجماعته؟ كاين اسباب كثيره، ما نحبش تكوني مره وحدك عايشه في وسط الرجال. هما تاني عندهم نساهم ولادهم. صحيح، بصح هما نساهم قاعدين في الدار، ولادهم في الجامعه ولا في المدرسه، واحد في خدمته واحد في حانوته، ويقصروا على السياسه من بعد وقت الخدمه. جوج دخمه
لازمنا نقابلوهم بالإيمان بالنظام، وبهذا الصفة نقضيه عليهم من دون شك. قضيتنا على حق، والحق ينصر الله، وإحنا الفائزين من دون شك. كل لنا خطوة لنعملوها إلا نقيسوا الاستعمار مور البحر ملهيه، ولكن لازمنا نكونوا متحدين. قصد كفات المسلمين بمواج قاوية بحرك هاج علينا، تشتتنا جميع شمال ويمين، منا من غرق ومنا من راه فيه غبينا. يا بابور عفلوط النزيل، قلنا هادي الفنات صبت علينا، تشردنا والقلب حزين. On prend les menottes ? C'est vraiment pas la peine. انت واحد يسكن هنا؟ ناس الدوار حاوزوهم، راهم ساكنين في الجبال. ما تقلقيش، دروك يجيبوا لنا الكواغط نسهلوا ان شاء الله. تعرفي عائشة؟ بندريس، عبد الحميد، كل واحد منهم خدا طريق. الطريق اللي خديتها أنا ما توصلش، ديما هارب هارب ومحصور. ما نروحوش نقعدوا هنا؟ ما نروحوش، نلحقوا الجماعة تاع سي عبد الحميد إلى قبلونا.
عبدياني مشيت وخليتوني مهموم شواقي لكم رهماني وصبرت للأمر المحتوم كل جمرة مجمار حزاني من صبها في دمي تعوم كل حجرة محجار بنياني بغيت في الحياة تدوم كل سيف من سيف محاني من صاب حدو مسموم فينكم يا أهل الأماني أتار قبوركم راه معدوم فينكم يا مصدقين بالفاني وكل هو مغاليف السوم